المخدرات التي تعبر من الحدود الإيرانية. لماذا تعبر هذه المخدرات مثل ما أنت تناشد؟ لماذا تعبر قطعة سلاح واحدة؟ بالتالي هناك خطر، والخطر في المدن الإيرانية، يعني الأمن الإيراني والأمن التركي الآن كما تفضلت في المقدمة أن هناك ضعف في يعني بالأوضاع السياسية والأمنية العراقية، لكن بقية الدول لا تسمح بذلك. هناك الأمن خط أحمر عندهم، والإيرانيون يقولون الأمن بالنسبة لنا خط أحمر، لا نقبل حتى لو يصدر تهرب قطعة سلاح واحدة، لا يمكن. لماذا يجب أن تهرب قطعة سلاح واحدة من الأراضي العراقية لداخل الأراضي الإيرانية؟ هناك علاقات جيدة تربط إيران بالعراق بالحكومة المركزية، وعلاقات جيدة تربط بحكومة كردستان بحكومة أربيل بإقليم كردستان، وبالتالي ما الداعي إلى يعني إذا يعني ما الداعي؟ والله بلغتك يعني لغتك جميلة جدا. احنا الآن من هاي القضايا نعاني العراقيون كشعب، يعني بس بهاي العبارة، يعانون مما هو أخطر من الاحتلال الذي يأتيهم الإرهاب الصامت، المخدرات التي تعبر من الحدود الإيرانية. لماذا تعبر هذه المخدرات مثل ما أنت تناشد؟ لماذا تعبر قطعة سلاح واحدة؟ بالنسبة للمخدرات، شوف هذه قضية يعني هذه قضية المخدرات هي مشكلة تعاني منها إيران أيضا، وتعاني منها بقية دول الإقليم. هناك جهود يجب أن تبذل وتفاهمات تبذل وسيطرة على الحدود. يعني هناك كثير من في الرمادي، هناك الكثير من، وأنا أقرأ يوميا أنه عصابات ويمسكون بمخدرات في الموصل في الرمادي. من أين تأتي هذه؟ تأتي من إيران. يعني هناك الكثير من هذه قضية المخدرات الآن أصبحت قضية عالمية، يجب أن تبذل الجهود. هناك علاقات، وقضية تهريب السلاح أيضا قضية عالمية في كل مكان، يمكن حتى بين أمريكا والمكسيك السيطرة على قضية تجارة المخدرات.